العمالة، جيت مع المدير شخصيا جلست معاه، طلعنا لعند المندوب عدة مرات على أن يتحل ويكون المشكل، إلا أن حتى شي واحد ما استجب لينا، حتى شي واحد. حنا كنطالبوا بوزير الصحة شخصيا وبالمسؤولين أنها تجي لجنة أنها دير واحد الحسابات، لأن كاين هنا عدة خروقات، كاينة مافيا في برشيد، في سبيطار الرازي أو سبيطار كاينة مافيا، إذا حنا كنطالبوا من المسؤولين وكنطالب من رئيس الحكومة أنه هذا المستشفى راه عريق، هذا المستشفى عندها تاريخ، أن جاو مسؤولين من الدول جميع الدول تعالجوا هنا، كانوا الناس كيجيو من جميع المدن المغربية كيتعالجوا، يعني عندها تاريخ وكانت عندها قيمة. إلا ونرفع شارات الزيرو، ونرفع شارات الزيرو، ونرفع شارات الزيرو، الكاميرات ها هي، الكاميرات ها هي، الصفقات ها هي، الصفقات ها هي، وللمدير ها هي، وللمدير ها هي، وللمندوب ها هي، وللمندوب ها هي، المنظومة الفئوية، المنظومة الفئوية، المنظومة القمعية، المنظومة القمعية، المنظومة القمعية، المنظومة القمعية، السياسة النهجية، السياسة النهجية، ويا بلادي شهدي عليا، ويا بلادي شهدي عليا، ويا بلادي شهدي عليا، ويا بلادي شهدي عليا، السياسة الصحية، السياسة الصحية، السياسة الصحية، السياسة الصحية، والسياسة قمعية، والسياسة نهجية، والسياسة نهجية، والسياسة فئوية، مشبوهة، والكاميرات المشبوهة، الصفقات المشبوهة، والصفقات المشبوهة، والقرارات المشبوهة، والقرارات المشبوهة، وواقف على شوها، وواقف على شوها، وواقف على شوها، وواقف على شوها، والصفقات المشبوهة. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.